وتحفرني في هذا قصة جرت للإمام مالك رحمه الله، وذكرها الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، الكتاب العظيم الكبير، يعني لو قرأه الإنسان وينظر ما فيه من تراجم وما فيه من فقه كان عند السلف الذين كانوا يمزجون بين العلم والعمل ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه هشام بن عمار أحد أساطين الأحاديث، أساطين الحديث الذين كانوا يحفظون الحديث، وقد روى عنه البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة. هشام بن عمار رضي الله تعالى عنه يأتي للإمام مالك رحمه الله ويبقى معه كالظل للظل، يعني وين يمشي معه يسأل عن هذا الحديث ويسأل عن هذا الحديث ويسأل عن هذا الحديث، حتى ضاق به الإمام مالك ذرعا، يعني ماش غير وحدك كاين الناس يسألوا. فمالك رحمه الله كانت مجالسه مجالس هيبة، حبش هذا اللعب هذا والدخول والخروج وكذا منا، إذا جلسوا الناس نواكس الأذقان كما سماهم الشاعر، يقعدوا وكأنهم يعني أحجار، كان يعطي هيبة لمجالسه رحمه الله تعالى عنه، وهو محدث المدينة وعالم المدينة، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة. وهو سأله ذات مرة فأمر مالك بعض من كان معه من خدم، قال اذهب إلى هذا وأضربه 16 ضربة، قبض له الصوت هذا ودمك عليه أعطي له 16 ضربة. فجلد، أخذ هذا هشام بن عمار أخذوه وضربوه، وهو هذا الذي كان ينتظره يعني تأديب الله. جاء هشام بن عمار إلى الإمام مالك رحمه الله قال له يا إمام الله لا أجعلك في حل، يعني ما سمحتش يوم القيامة، قال له ضربتني من غير جرم. قال له الإمام رحمه الله وما كفارته؟ قال وما كفارة هذا الضربات، هذا 16 ضربة؟ قال له هشام بن عمار أن تحدثني 16 حديث باش نسمع لك. وهذا كان يحوس 16 حديث مع الإمام مالك، راي غنيمة، راي غنيمة جاء من أجله. قال وتجعلني في حل؟ قال نعم. وبدأ يسمع الحديث الأول والثاني ويحفظ، ما هوش غير يسمع برك، حتى ما العجب في ذلك ماشي لما استوفى العدد، قالوا 16 16، هاي خلاص الحساب فرد بينات. فتحصل بعد ذلك هشام بن عمار قال وددت لو أنه زادني ضربا فيزيدني حديثا، يعني مقابل شغل الهمة عن الناس يقبل الذل ويقبل الضرب من أجل أن يتعلم. وإحنا دوك جيت تعلم ما كان الذي ضربك، ما كان الذي سلك لواني، ومع ذلك يعني ترى يعني تقصيرا كبيرا من الناس. ولهذا الأمة لم تتعلم، الناس عندها زهد في طلب العلم وفي حضور مجالس الذكر، فالإنسان كيف يقوى إيمانه وكيف يكون عالم بالمسائل؟ تشوف مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدد رأي، كتاب أدب مفرد، بعض الناس ما قرأه قاع وما يسمع به، لكن الإنسان لما يقرأ مثل هذه الأحاديث ويرى مثل هذا الأدب العظيم الجم الذي كان عليه الصحابة يتعلم ويزداد إيمانه. وأنا والحقيقة وهذا الكتاب وأنا أحاول يعني أن أجمع له الفوائد وكذا، ومع ذلك كانت عندي فرصة أن أسمع إلى من شرح هذا الكتاب، الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله شرح هذا الكتاب، وكان شرحه شرحا وجيزا، لكن كانت فرصة وأنا يعني نحضر هذا الدرس نقعد نسمع الشريط، منها أني نكتب ونجمع الفوائد ومنها أني نسمع، فأنا أستفيد لكي أفيد. وقد وجدت أنسا مع أني لا أستمع كثيرا إلى الأشرطة هذه اللي مشغول ذاك، يعني وقتي ربما أجعله في المطالعة من جانش السمع، بس كان فرصة باش إنسان يسمع. فقلت سبحان الله كاين كم من فوائد عابرة وكم من حكم مسجلة قد تذهب عنا من غير أن نستفيد منها، وإحنا والحمد لله الآن العلم موجود أمامنا والأشرطة موجودة والشبكات العنكبوتية موجودة والمجلات موجودة والكتب موجودة والعلماء موجودين والفتاوى موجودين. الآن تروح تحب هكذا، الآن كاين برامج حتى الإنسان يستغرب قاعد برامج هكذا، يا ما تحبش يا سيدي حتى تقرأ، تحب تسمع برك هكذا، تدير فتوى بعنوانها تكتب هكذا يا في حكم كذا، من بعد تخير دايا يخرج لك بالك 30 عالم ولا 40 عالم، قال نحب هذا ما كان هذا الجواب نحبه فقط من عند قال الشيخ الألباني فقط، يخرجها لك كامل في الأشرطة تاع الشيخ اللي قالها في حياته كامل، في حياته كامل هذه في الرقم كذا كذا، تقولوا نسمع برك الشرط الأول دير
هكذا بكايدا كما تقول شو يسميوها الفارغة سوري قول دير ترك سمعك جواب الشيخ غير على ذاك السؤال برك سمع الجواب الثاني جواب الثاني تحب تسمع عالم آخر دي تسمع ودارة غير تسمع برك وهذا لقى موجود في الدار موجود في السيارة موجود في كل يعني شو هذه النعمة العظيمة اللي ربي سبحانه وتعالى يعني قادمنا العلماء وجمعنا كلام العلماء ومع ذلك الهمم ضعيفة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل هذه الهمم التي كانت عند السلف حتى نستوعب هذه العلوم وهذه الخيرات ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما علمنا إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.